أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. ينطلق شوطنا الرابع عشر يحمل تحديات الابكار، الاذاعه المهجنات الاصايل. مسافتنا هي 6 كيلومترات، تحمل في تحدياتها وفي انطلاقاتها هذه الاسماء القويه المتوافده من كل حدب وصوب. ننطلق بهذا الشوط لنوافي حضراتكم بالاسماء المتقدمه، وجائزه هذا الشوط سياره للفايز بالمركز الاول. ابدا مع المركز الاول يتعرف على صداره الشوط وعلى المركز الاول. التقدم والانطلاق مع بدايه التحدي هناك المركز. هناك بداية الانطلاق. هناك مع المركز الأول بالانطلاق المميز، البداية والقيادة مع صدارة الشوط ومع المركز الأول. أجد شعاع تتقدم لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، يأتي على المركز الأول. المركز الثاني بنت السنافي محمد بن حمد بن علي الصافي المري، يأتي بالانطلاق على المركز الثاني. المركز الثالث بدا الدخول والانطلاق من بينونة حميد بن سالم بن حميد المنصوري، ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع وعد محمد بن سهيل بن عويضان العامري، ياتي ويتقدم مع وعد ومع انطلاقة وعد. المركز ايضا الخامس الوصول والانطلاق والتحدي والاثارة بالانطلاق المميز الرائع الذي يحمل هذه الاسماء، تاتي وتتقدم وتنطلق هي حسيله جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري، ياتي على المركز الخامس. المركز السادس وصلت وتقدمت وانطلقت ايضا مشرفه سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، ياتي بالانطلاق المميز على المركز السادس. المركز السابع وصلت وتدخلت اوتار حمدان بن رملي بن محمد العامري، يتقدم مع اوتار. المركز الثامن وصلت وتقدمت هي دمعه السعيد بن منانه بن غدير لكتبي، يتقدم مع انطلاقه دمعه. المركز التاسع الوصول والانطلاق مع تحديات ايضا الشاهنيه مبارك بن صالح بن ناصر الهاجري، ياتي بهذه اللحظات وعاشر المراكز. اقدم النداء مع المملكة محمد بن مبارك بن محمد بن عبيد الاكتبي. هذه العشرة المراكز الأولى، هذه العشرة المراكز الأولى، عودة إلى بن صافية، عودة إلى بنت السنافي مع المركز الأول بالإنجازات وبالسجلات الحافلة. يأتي مع بنت السنافي، يأتي مع بنت السنافي على المركز الأول. ركز يا أبو علي مع انطلاقة هذا الاسم، مع انطلاقة هذا الشعار المميز مع بنت السنافي محمد بن حمد بن علي بن صافي المري، ياتي على المركز الاول، ياتي على الصداره. تقود الشوط من البدايه حتى هذه اللحظات مسيطره تمام السيطره مع انتصاف المسافه. لكن المركز الثاني ياتي بن عويضان مع ثاني المراكز ليقدم انطلاقه وعد. وعد لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، يتقدم مع تقدمات وعد ومع انطلاقات وعد على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت بينونة حميد بن سالم بن حميد المنصوري، يتقدم ليقدم لنا بينونة والاسامي قادمة وايضا القادمة، والتدخل مع انطلاقة مشرفة سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري والاسامي قادمة، وايضا عسيله جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل المري. والمركز الرابع ارى الوصول والانطلاق مع المملكه مبارك بن محمد بن عبيد الكتبي، وايضا الوصول
مع شعار بالرملي القدوم مع أوتار حمدان بالرملي بن محمد العامري. هذه الخمسة المراكز الأولى النداء الثاني، ولكن عودة إلى بنت السنافي، إلى بنت السنافي تبغي تغادر بالسلام، تبغي تغادر بالسلام كعوايد بنت السنافي مع المركز الأول. هنا مع بداية التحدي يقدمها محمد بن حمد بن علي بن صافية المري مع المركز الأول مع الصدارة الشوط مع المركز الأول بالتحدي المميز. ومع تحديات هذا الاسم المميز الرايع انباعده بالمسافة ومنطلقة على المركز الأول، لكن المركز الثاني هناك الوصول مع مشرفة سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، ووصلت أيضا وتقدمت هنا المملكة محمد بن مبارك أو مبارك بن محمد بن عبيد الكتبي، وأيضا يصل بهذه اللحظات وتصل شواهين علي بن راشد بن مسلم العمري، وأيضا وصلت فوضى علي بن أحمد بن علي العويسي. ولكن وين يا بن صافية؟ وين مع بنت السنافي مع بداية الشوط، مع اقترابنا من لوحة الإعلان، وبنت السنافي مع المركز الأول مع الصدارة 1200. يا من تسمع النداء روح يا بن صافي، روح مع انطلاقة بنت السنافي. أهل المملكة يطالبونك بالسلام يا أبو علي مع انطلاقة بنت السنافي. يقدمها محمد بن حمد بن علي بن صافي المري، يأتي على المركز الأول، يأتي على الصدارة، لكن المركز الثاني المملكة مبارك بن محمد بن عبيد للتبي. ولكن 800 متر النهاية والعصا قوس مع بنت السنافي بالإنجازات بالسجلات الحافلة. يأتي بن صافية، يأتي مع السنافي وإنتاجه، يأتي مع بنت السنافي، روحت مع الصدارة مع 500 متر النهاية بلا أوامر ولا تعليمات، والعصا قوس والقوس قوسك والسهام سهامك يا بن صافية بلا أوامر ولا تعليمات، والعصا في الأبطان إلى المملكة السلام مع بداية التحدي. والمرموم أيضا يتجول السلام معك يا بن صافية، محمد بن حمد بن علي بن صافية المري سلام وسلام، وأيضا في رصيدها رمز، وأيضا في المملكة في رصيدها رمز، في المملكة تضيف الإنجاز بلا أوامر ولا تعليمات، وتضيف السيارة في هذا اليوم تصل إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني أوصلت فوضى علي بن حمد بن علي العويس. المركز الثالث اللي وصلت على المركز الثالث هي الكايدة مهير بن علي بن راشد بن كليب. المركز الرابع وصلت على المركز الرابع هي بروق حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. خامس المراكز وصلت على المركز الخامس شواهين علي بن مسلم بن راشد العمري. مشاهدينا متابعينا الكرام، اذا ساعة وصول بنت السنافي معلن الفوز والانتصار بتوقيت غدره 9:05 من الثانية، والتوقيت الافضل يتسجل مع بنت السنافي، وفي رصيدها رمز وتضيف في هذا اليوم السيارة الى سجلها المشرف. المركز الثاني وصلت هي العلي بن حمد بن علي العويسي بتوقيت غدره 9:04 من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث بانطلاق مميز وبتحديات جميلة هي المهير بن علي بن كليب الكتبي بتوقيت غدرة 9:06 من الأجزاء. تهانينا والناموس يا أبو علي، تهانينا والناموس جميع المشاركين.